في مصر الكنانة قرية المحمودية، هنا كانت البذرة التي أثمرت دعوة غيرت مجرى التاريخ. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ولد الإمام الشهيد حسن البنا في المحمودية في 14 من تشرين الأول من عام 1906 للميلاد، وقضى بها سنوات عمره الأولى، ومنذ صباه المبكر نمت معه الرغبة في الإصلاح على نهج الإسلام. ففي مدرسة الرشاد الإعدادية كان متميزا بين زملائه، مرشحا لمناصب القيادة بينهم، حتى أنه عندما تألفت جمعية الأخلاق الأدبية وقع اختيار زملائه عليه ليكون رئيسا لمجلس إدارة هذه الجمعية، غير أن تلك الجمعية المدرسية لم ترض فضول هذا الناشئ وزملائه المتحمسين، فأنشأوا جمعية منع المحرمات. ثم تطورت الفكرة والتحق بمدرسة المعلمين بدمنهور وأنشأ الجمعية الحصافية الخيرية. بعد انتهائه من الدراسة في مدرسة المعلمين في دمنهور انتقل إلى القاهرة وانتسب إلى مدرسة دار العلوم العليا، واشترك في جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية. ثم اجتاحت مصر موجة من الإلحاد والإباحية على إثر الانقلاب الكمالي في تركيا وإلغاء الخلافة الإسلامية، وكان لهذه الموجة الإلحادية رد فعل قوي في الأوساط الإسلامية عامة وفي نفس الأستاذ البنا خاصة، فكان يتحدث عن شعوره لكل المتصلين به من الزملاء، وكان ممن اتصل بهم السيد محمد رشيد رضا والأستاذ الأكبر محمد الخضر حسين شيخ الأزهر السابق، وقد تحدث معهم في ضرورة مواجهة الموقف بعمل إيجابي، فأثمرت هذه الجهود صدور مجلة الفتح. حصل الأستاذ البنا على دبلوم دار العلوم العليا سنة 1927، وكان أول دفعته، وعين معلما بمدرسة الإسماعيلية الابتدائية الأميرية. ولما استقر به المقام في الإسماعيلية ساءه أن يعرف أن المسلمين في البلد منقسمين بسبب خلافات دينية، فاعتزل جمهور المسجد وتوجه إلى جمهور المقاهي واشتغل بهم في النصح والتدريس. وفي ذي القعدة سنة 1347 هجرية آذار سنة 1928 ميلادية، زار الأستاذ البنا أولئك الإخوة الستة حافظ عبد الحميد وأحمد الحصري وفؤاد إبراهيم وعبد الرحمن حسب الله وإسماعيل عز وزكي المغربي، وهم من الذين تأثروا بالدروس والمحاضرات التي كان يلقيها، وكانت بيعة، وكان قسما أن يعيشوا إخوانا يعملون للإسلام ويجاهدون في سبيله، فكانت جماعة الإخوان المسلمين. وانطلقت الدعوة المباركة فكسبت الأنصار والجنود ولاقت نجاحا، وتوسع نطاقها وانتشرت في العديد من الأقطار، وأخذت على عاتقها مهمة تعبيد الخلق لله عز وجل ومحاولة إقامة دولة الخلافة الإسلامية. وعلى الجانب الآخر كانت صلة الأستاذ البنا بفلسطين مبكرة جدا، وذلك بعلاقته بالحاج أمين الحسيني يوم أن كان طالبا في القاهرة. آمن الإمام الشهيد بأن القوة أضمن طريق لتحرير تراب فلسطين، ومن هنا بدأ بإرسال شباب الإخوان من مصر إلى فلسطين في بداية الثلاثينيات خلسة، حيث التحقوا بالمجاهد عز الدين القسام، ودخل قسم آخر منهم تحت قيادة الجيوش العربية التابعة لجامعة الدول العربية. وبلغ مجموع الإخوان المسلمين الذين استطاعوا أن يدخلوا أرض فلسطين بشتى الوسائل
10,000 مجاهد، وقاموا بنسف مقر قيادة اليهود في صور باهر، وأبلوا بلاء حسنا في مدينة الفالوجة، إلى أن تيقن البنا من عدم جدية الدول العربية في القتال بعد قضية تزويد الجيش المصري بأسلحة فاسدة وأنها تخضع لرغبات الدول الاستعمارية. وقال حينها: إن الطريق طويل، والمعركة الكبرى معركة الإسلام التي ربينا لها هذا الشباب لا تزال أمامه. أما إسرائيل فستقوم وستظل قائمة إلى أن يبطلها الإسلام. وفي مساء يوم السبت 14 من ربيع الآخر لعام 1368 هجرية، 12 من فبراير لعام 1949 ميلادية، عندما كان الإمام حسن البنا يغادر جمعية الشبان المسلمين بشارع رمسيس بالقاهرة، اغتالته يد الغدر والخيانة. اغتالته يد الغدر والخيانة، ولكنها لم تستطع أن تغتال أفكاره أو تنال من دعوته. أرادوه ميتا فبقي حيا، أرادوا نهايته فكانت بداية دعوته. واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما. لبيك إسلام البطولة كلنا نبذ الحمى كلنا نبذ الحمى. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما. لبيك إن عطش اللوى سكب الشباب له الدماء سكب الشباب له الدماء. لبيك 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 واجعل من جماجمنا لعزك سلما كلنا نبذ الحمى سلما سلما. سكب الشباب له الدماء لبيك 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 واجعل من جماجمنا لعزك سلما. يا رب إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي. قد بدت أنتظر اللوى يوما بعد رفعتي رفعتي رفعتي. يا رب إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي. أيها البطل لفقدك تدمع المقل تدمع المقل. بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل. لئن ناهت بنا الأجساد فالأرواح تتصل فالأرواح تتصل.